فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أنا أعمل مدرسا في مدرسة أهلية، وفيها يعلمون الطلاب إلقاء الأناشيد بصورة جماعية، فأقوم بالإنكار عليهم. يقول: هل أنا مصيب بهذا الإنكار؟ نعم مصيب بهذا الإنكار. الأناشيد الجماعية لا تجوز، لأنها من شعار الصوفية أو من شعار الحزبيين. الأناشيد الجماعية إما للحزبيين يمدحون ما منهجهم ويشجعون عليه، وإما للصوفية تعبدون لله بالأناشيد، فلا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.